والديك الأوجاد. بارك الله فيك. قلت القوم الأكثر ذكرا في القرآن الكريم، وهذا كلام الله سبحانه وتعالى في بنو إسرائيل. لن يستطيع ولن يستطع أحد تأويل كلام الله سبحانه وتعالى بأي طريقة كانت. هم الصهاينة. أندري أزولاي يحتل مرتبة 21 أو 24 من بين 33 مقعد من الماسونية. إذا كان طرقنا مثلا بعض الجنرالات، معظمهم يهود مغاربة، مثلا مثل سامي ترجمان، الدخول المحرك البحث اكتب سامي ترجمان مرتكب محرقة غزة في حق الرضع وأن الركع السجود. مثلا كلمة الهيلولة هي أليست هي حج اليهود المغاربة على أرض المغرب بما يسمى نسيم بن ذكاء نسيم، الفريدمان، أو سويت بصورة المعبد. ذكاء الفريدمان أنتم تفاطرون ويتحكمون فيكم اليهود. إذا من حق دولة كالجزائر أن تحترم وأن أن و... يا أختي نورمال الكريمة، السلام عليكم الحمد لله. ورحمة الله تعالى شكرا لك، وبركاته. شكرا على شكرا الاستضافة، لك، بارك الله فيكم. شكرا لك، شكرا. أعطيتنا دونك الكلمة يا رضاني. اكسيل، الا سمحت لي راح نمد الكلمه ليما باسكو مراه كبيره ومنا ما نحبش تقعد تستنى بزاف. ما حد نورمال معنا نورمال، لعبيت في تفضل. اللايف، هي انا حبيتهم يسمعوا القصه تاع يما من فمها باختصار، تقول لهم الشيء اللي عاشته وتعبر على الوجع اللي حست به وما زالت تحس به ليك لدركا. واذا لقيت باللوم على كاش حد يانا، حنا نلقيه على الشعب الجزائري ولا الرجل الجزائري الشيكور اللي دمه حار، وعلى هذاك الدم ما تحركش فيه الوقت اللي كانوا المغاربه ينطردوا قدام عينيه. وياك هو قضية عنده تاع البوليزاريو هذه، يقول لك لا وقضية وهذه ومنا، وعلاه المغاربة كي طردوهم علاه ما هدرتوش. ودركا الإخوان اللي معايا في اللايف يما راح نفوتها لكم في عجالة، تعاود لكم باختصار شصرالها لها الشاشة شافت عينيها من هذوك العباد. تفضلي يما، مرحبا بك عندي في اللايف. السلام عليكم. اهدري ما تخميش، رغم انا قلال ما تنحرجيش، نورمال. هدري قولي واش شافت عينك واش عشتي نورمال. ايوا ولادي، واش غادي نقول لكم؟ هذا القصه ديال داك المطرودين من الجزائر، راهي واحد في اللي عنده السن ديال داك الوقت راه غادي يكون يعرف، راه غادي يكون يعرف داك القصه كيفاش وقعت. كان بدا داك الشيء مع العيد الكبير، وانا من الناس اللي بعدات في داك النهار ديال العيد الكبير اللي خرجت من داري، وكانت عندي بنيه يلاه عندها عام، حيدوها لي وعطوها لباها، وجابونا مرمدين مدلولين، مخلين حوايجنا، مخلين الناس اللي كنحبوهم. وراك عارف من تكون في واحد البلاصه تكون اسس بينا، ما راك في بلاصه بلي راك في امان. صدقنا مليوحين في الحدود، ولكن الحمد لله لقينا كان الحسن تاني ذكي الحمد لله، واخا كان هو داروا له ديك الخدمه باش زعما يتفاقم، حيت كان داير المسيره الخضراء، وهما صيفطوا له داك الشعب ديالو جالو من الجهه الاخرى، ورجع وجاب الحمد لله، جاب الجنود وجاب الدكاتره وجاب الممرضين وجاب الادويه وجاب كل الخير، جابوه وحطوا تما واستقبل الناس ديالو وبنى لهم هذا فين يكونوا. المهم صحابك نساهم، على راك تنساهم لان هذاك الشيء ما كانوش انا نتفكر هذا الشيء كاع، كان جبرت كاع من كنجبرت ما نوليش نهضر فيه. ولكن راه كل ما كيجي العيد الكبير كنتفكروا هذاك الشيء اللي داروا لنا، وديك الحاله، وديك ديك المصابطه اللي صيفطونا على غفله. عندنا شهم الحسن الثاني قال لنا كل اللي جا غادي يخدم وغادي يترصى في بلاده، وغادي مرحبا بيه، وما يديروا خاطركم حتى حاجه، والحمد لله. ودارنا ما درت والو، ما خالفت لا قانون لا والو، غير حتى شي حاجه، حتى شي حاجه ما كاينه. دوك الايامات اللي بغاو يديروا كانوا كيديروا واحد العلامات للناس اللي عندهم الجنسيه المغربيه، كيديروها لهم في الباب ديالهم، في الباب ولا في الحيط ديالهم، باش بينما هادو اللي غادي يحيدوا. ايوا، والناس كاين شي ناس اللي جاوا معايا قالوا لك حنا كان قلتي لي هذيك العلامه اللي كانوا يديروها ما فهمتوهاش ثم في الاول تاع واش ما فهمناش، ما حسبنا شي حاجه، شي انتخاب ولا شي حاجه، وصافي مدينا ما جبنا. ايوا، هما داروا داك الشيء هكا. كاين الناس اللي من داروا لهم هذيك، الناس كاين اللي عندها شي حد هكا في يخدم، ولا جايب الاخبار على برا كيقولوا بلي المغاربه راهم غادي يعزلوهم يسيفطوهم، كيقولوا شي كي ما يطيقش. ناس كيقولوا كيفاش اللي غادي المغاربه، المغاربه هذه بلادهم، وهذه كيفاش الناس غادي
تفرق بين الجزائري والمغربي راه ما يمكنش. راه كنا بزاف متخالطين مع الجزائر، راه بزاف، راه هذو كاينه، راه حرام باش تقول الجزائري وحده والمغربي وحده. راه اي جزائري واي مغربي راه كتكون بيناتهم النسب، بيناتهم الزواج، بيناتهم الاخوه، بيناتهم شحال من وحده. راه هنايا هما جوج خوت، داين جوج خوت جزائريين وخواتات، داين الخوت جزائريين والدين الوليدات وعايشين هنا في المغرب. وشحال من وحده مغربيه وراها عايشه في الجزائر وراها عايشه في فرنسا مع جزائريين، حيت ما تضمش واحد الضم تقول بلي غادي صافي غادي يهضروك ولا يدوروا فيك ولا. والمهم واش غادي نقول لكم، ما عرفتش انا كيفاش ديك الوقت اللي زعما الشعب ما زقاش ما غوتش، ما الناس حبابنا وجيراننا بكاو علينا وما سخاوش بينا، كان باش يغوتوا ويقولوا لا هادشي ما قبلناش ولا ما ديروش، ما كانش اللي هضر ولا اللي قال شي حاجه. والمهم داكشي دوزناه صعيب، خليتي قشك كامل تما اي حاجه عزيزه تصوري بدارك، ملي كتكون في دارك راه فيها كل حاجه، فيها ذهب، فيها فلوس، فيها حاجه زوينه، فيها حاجه تبغيها عزيزه عليك كتخليها. خليت كبدتي مازال ماشي عاد لها حوايج، الكبده ديالك كتبكي عليك وهما محيدينها لك من يديك. يلا ايوا ودركين الحمد لله فات داك الشيء ونسينا داك الماضي، وكاع وليداتنا توظفوا وخدموا وبداو الحياه من جديد. واللي بغيت نسولك عليا ما علاه الاعلام المغربي ما سلطش الضوء على هذه القضيه في هذيك الوقت؟ علاه وما شفنا لا حقد ولا والو؟ راني نشوف درك انا الاعلام الجزائري كي شغل يحرض الشعب الجزائري ضد المغرب، ولكن المغرب لا سكت على هذه القضيه دائما هكاك دائما. درك انا يما سمحي لي يما، سمحي لي يما، درك انا كي نجي نهضر ولا في اللايف تقول لي يما لا ما تحقتيش ما ديريش، راكو فاهمين ما تخلينيش نهضر، تقول لي معليش بنتي لا وكتسمعني نقول بوما ديان داروا داروا نجنن عليه، تقول لي صايره عند ربي ما تهضريش عليه بكلمه شينه، ولو انهم داروا في هذا الشر كامل مازال تقول لي معليش، مازال يعني مسامحه سبحان الله. هذه ما نقولوش تربيه الملوك على المغاربه هكذاك برك خاوتي، قسما بالله غير عندها عمق هذه كلمه تاع تربيه ملوك، والله غير عندها عمق. تصوروا مراه كيما هذه عاشت هذه المآسي كامله ومازال تقول لك الله يسامح ومات ودبر روحه وخاوتنا ومنا. كمل يما كمل. حيت واخا رمونا في الحدود وجينا لبلادنا الحمد لله وما ضعناش، ما حتى واحد ما ضاع الحمد لله من الخير، عشنا ودرنا وليداتنا هنايا وكبروا وليداتنا ومن بينهم جوهرة الله يرضي عليها كانت بارة بالأب ديالها، خرجت بنت مزيانة كتبغي بلادها تبغي الجزائر. دائما كتقول لي أنا عندي واحد الإحساس من جهة الجزائر لأن با وخبها مات وتكلفت به هي، وكان مريض مسكين كان عنده ذاك المرض الكونسير، هي اللي كانت مسكلفة به، هي مسكينة كتديه وتجيبه وتبعت له الأدوية ديالو وقابلاته بالدوش ديالو بالذاك الشيء الروايح ديالو هذاك واجب يما حتى مات ودفناته مسكينة. واش غادي نقول لك، وكتحب بلادها من جهة الأم كتحب بلادها من جهة الجزائر، ودائما كتقول لي عندي واحد الاحساس من جهه ديك البلاد، واحد الاحساس عندي من الداخل. اي والله هذاك الخطره عبرت لهم قلت لهم راني الاحساس تاعي من جهه الجزائر كالام الغضبانه على ولدها اللي عاق، الابن العاق هو ما تشوفيه عاق وساخطه عليه بصح يقعد ولدك، راكو فاهمين يا جماعه؟ والله العظيم هذا هو الاحساس عندي تجاه الجزائر. انا كي نهضر على الجزائر مانيش نهضر على الشعب حاقد عليه ولا لا، راني حاقد على هذا النظام اللي لحق بهذه البلاد لهذا الشيء هذا، وصل بين الواحد المستوى الدنيء اللي جوارينا قاعد يشوفونا بواحد الصوره ماشي مليحه، والهدف تاعي هو نبدل هذه الصوره قدر الامكان. كمل يما كمل. وتانا راني نقول لو كان النظام كان زين ونعل الشيطان ودار يدو في يد الملك اللي كيطالب ودائما كيقول انا طالب الصلح، دائما كيقول انا طالب الصلح وهو ما كيرفض، ان الانسان لو كان كيسعي للدين ويمشي يتبع الدين وكل شيء. قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول له اللي ما غير الا ما تبتش غضبان على اخوك راك غادي تكون من اهل الجنه. صح. ودرك هنا لو كان هما ينعلوا الشيطان والنظام ديالهم يتسقط غادي نوليو على سمن وعسل، كاع هذا الماضي اللي فات خايب ولا كلشي كيتنسى، كلشي كيتنسى، خاص غير النظام يكون مزيان. دابا النظام عندكم ما مزيانش، من عهد بومدين وكيجي غير النظام اللي مفلس، الا واحد الرئيس تاعك بوضياف اللي مسكين مات هذاك ما عاش باش يدير شي حاجه. هو كان ناوي يدير شي حاجه ولكن ما عاش، وبقينا هكا كاين معذبين والحدود مسدودين، وباقي الضرب كاين كنشتاقوا ناس تما، اشتقينا ناس تما تكون نكونوا نمدوا لهم يدينا ونمدوا لنا يديهم، ولكن
لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله يهدي الأمور، الله ينزل بزورة الرحمة، وهذا الشيء اللي نطلبه. كيمشي فيها غير الشعب الضعيف هو اللي كيمشي فيها، ما دوك الناس اللي راهم يسيروا النظام راهم ما عندهم حاجة في الواحد اللي بغى يموت ولا اللي بغى يعيش، لأن اللي كان كيخمو ما يهزوش الإنسان يفدوه من داره ويلوحوه ويفرقوا المرأة على رجلها، الولد على باه على مو، ما ماشي حاله هذه، ما كيديرهاش، ما يديروهاش حتى اليهود ما يديروهاش. شو تبغي تقولي على با الله يرحمه الرجل الجزائري الفحل ولا الشيكور، الشيكور اللي سمح في بلاده وخلاها وجا عندك، القصه تاع الحب اللي عشتوها دايما نحكيها الى هما العباد، قعدت نبين فيكم بواحد الصوره تاع عنتر وعبلوب بلاك احسن منهم. هما الجزائريين زعما الشوها ما رجال مزيانين راهم، عاد الدروكين الدروكين كيجيو يتزوجوا ببنات هنا ويديهم ويتهلاو فيهم، وماشي زعما نقول لك هما رجال رجل الى داك، عارفين باللي راه ما راجل مازال ما فرش شفتش هادو تاع تيك توك يا مرة مبهدلوا بينا، قسما ايوا بالله. سوى لهاد الجيل تاع اليوم ما عرف كيداير بعد هذيك هو الساعه. الجيل تاع اليوم مبهدل نعم بينا ما نكذبش عليك، باسكو هو يبدا يطلعوا لايفات الرخص، والله غير الرخص. هو مسكين سمح في اهله وبلاده ووالديه جا وحبابه مسكين، كان يروح بينا كل خطرة في العام، يروح بينا في الصيف، ولكن كانت تبعد في هذيك الحرقة تاع بلاده. وعنده خوه مجاهد، وتا هو مسكين كان تا هو يجاهد ايه من مات الشهداء، مات يعني. وهكا كاين، وجا مسكين المغرب وعاش هنا معنا في المغرب، ودار وليداته هنا وتوفى مسكين هنا وتدفن في هذه الارض، ونتمنى له الرحمة. وهذاك هو الإنسان اللي كيكون مزيان وما يسمحش في وليداته. لو كان واحد ما مزيانش يقول لك صافي هي مشات وبنيتي راه قعدت عندي ونعاود حياة أخرى ايه وصافي، ما قدش ولكن يكمل. لا ما قدرش مسكين يدير اوكي هذا الشيء. معليش معليش والحمد دقيقة برك، نكمل معاها الحوار ونعطيك تسولها اللي حبيت تسولها خويا العزيز. واه درك هي ما بغيت نسولك، هذاك الشيء اللي عشتيه ولا حسيتي بيه اثر عليك في حياتك؟ معليش انا عارفه، ولكن حبيت الناس يسمعوك. انا في ديك الساعه كنت مسأطرة بزاف، ولكن ملي تبعني راجلي وجاب لي بنتي واستقبلوني اهلي هنايا، وانا حتى الخدمه كان بغا يعطيني الملك نخدم يدير لي خدمه، ولكن الاهل ديالي ما بغاوش، قالوا لي لا بلا ما تخدمي، وعشت الحمد لله في بلادي حياه مزيانه وراجلي تبعني، ومع الايام صافي تنسينا داك الشيء والحمد لله. دابا ما كان حتى بشي حاجه، ملي كتجي واحد المده هكا من العام للعام كيجي داك العيد الكبير كنتفكر ديك الذكريات اللي فاتت، وكاين الناس اللي تعذبوا كثر بينا حنايا كثر بيا انايا، كاين الناس اللي تعذبوا ايه، وحده بنتي بزاف. ولدت معاك، وحده كاين مسكينه. وها كاين وحده اللي ولدت معانا في الكاميو اللي جا فيه، وكاين واحد الشيباني مسكين مات بالفقعه ديال جاب بنياته هكا شابات، وتما كانوا حاجبات ومسنات تما في الجزائر، ما كانوش يخرجوا البنات، ومن هكا كشف بنياته في ديك الخزاين هكا مع يلعب لهم الحجاب. ومخالطين حيت خزانه كبيره فيها الناس بزاف، ما عجبوش الحال مسكين وبقى كيبكي يبكي حتى مسكين صافي هزوه للسبيطار ايه توفى. هذا حكات لي عليه يما يا جماعه، والله العظيم هذا راجل شيباني وكانوا عنده 7 بنات عنده وكانوا البنيات محجبات كامل، وكي دخلوا عليهم للدار رفدوهم بلا حجاب. هذا صوروا مات بالفقعه على بناته، هكا يقولوا في المغرب بالفقصه، الخزانه هي الخيمه، صح كانوا لموهم تما مع الرجال وكلش، وجاته كي شغل يعني بقى خاطره على خا بناته كانوا ولا دايرين السيطارات في ديك الخيمه اللي دارن الملك، تركيا ميدان الملك بلاك بقى خاطر كان دايرين للجزائر كي السيطره، خرجوه منها لا وداره. ما بغاش حتى كيشاف بناته، كانوا مسنين البنات كانوا محجبات، ايه ملي صافي طبح لي تمر من دوبنياته وهداك الشيء بقى كيغضض مسكين حتى مات. يا الله، وبزاف زعما الوليدات اللي جاو شباب جاو عزاره، ما هذوك ما طابت لهمش كاع الجلسه هنايا حيت ولفوا صحابهم اللي كاين اللي كان يقرا تما، كاين اللي هذا انسان جاته الحياه صعيبه، ايه تصوري تهزي واحد من واحد البلاص وتديه لواحد البلاص تحطيه فيها، راه ما غاديش تحلها لك الدنيا. وشكون تلومي يما انت في هذا الشيء اللي صرا؟ شكون انا تلومي؟ اللي كنلم النظام، اللي كنلوم النظام، النظام هو من ديك الساعه حتى اليومنا هذا هو اللي كيدير هذا الشيء. لو كان النظام دابا يقول كلمه واحده راه الشعب ما غيقول حتى حاجه، غيتبع النظام شنو قال. دونك اللي كان يقول شوفوا صافي حلوا الحدود وتصالحوا مع المغاربه غادي يصبح المغرب والجزائر طريق واحده، اعطيني ولكن نجاوبوا اختي ونسمعوا يماك واش كاين واش ما كاش. معليش ايه الى حبيتي اما توجهي كلمه للشعب الجزائري والشعب المغربي ختمي بها باش قبل ما الله توجه يدخل. الكلمه برك، انا عندي ليها جواب شافي ووافي، هذا ما كان وتعطينا الحكم تفضل. نتاعها هي ثاني. اولا السلام عليكم،
ثانيا حنا نعرفوا الاعلام المروكي دائما يخبي على الجرائم، والسمعيه ديال المهمه السمعي هذا الشيء واش دار هذا الحسن الثاني اللي راكي تقولي تشكري فيه، واش دارت الجزائريين في نفس الوقت تطالب